اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم سبوت، البرنامج من خلال نلقي الضوء على كل الاحداث الجاريه والتي اقيمت بجمهوريه مصر العربيه. الكمبيوتر هو أهم وسيلة في تكنولوجيا المعلومات ويدخل في جميع مجالات الحياة من هندسة وطب وعلوم، وعن طريق الوسائط المتعددة يستخدم في الإعلام المرئي والمسموع والسينما والدراما. لذلك لم يعد تعلم ودراسة الكمبيوتر رفاهية بل حاجة ملحة لمواكبة تطور العصر الحديث. ومن هذا المنطلق عقدت إحدى كبريات الشركات العالمية العاملة في تصنيع أجهزة الكمبيوتر مبادرة هامة جدا بالتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الثقافة والتعليم، وتنطوي هذه المبادرة على توفير جهاز كمبيوتر حديث بسعر منخفض لكل طالب في مصر حتى تصل إلى 17 مليون جهاز. والميزة في هذه الأجهزة تزويدها ببرامج تعليمية للمراحل الدراسية المختلفة، فهي بذلك تساعد على مشكلة الدروس الخصوصية. والجدير بالذكر أن البداية في هذه المبادرة سوف يكون في المحافظات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية وبعض مدن الوجه البحري، هم في هذه المرحلة الثانية. تمتد المبادرة لتصل إلى صعيد مصر، ومزيد من التفاصيل عن المبادرة وفوائدها كان لنا هذا التقرير. أعلنت شركة العالمية عن مبادرة توفير كمبيوتر لكل المصريين ضمن برنامج يهدف إلى انتشار أجهزة الكمبيوتر الشخصي والاتصال بالإنترنت بالنطاق العريض في مصر عن طريق توفير التكنولوجيا العصرية بأسعار معقولة للطلاب المصريين خلال الأشهر القليلة القادمة. وتعد هذه المبادرة جزءا من برنامج العالمي لنشر فوائد التكنولوجيا إلى 3 مليار شخص التاليين من المستخدمين على كوكب الأرض. الحقيقة هو الكمبيوتر أصبح جزء رئيسي وأساسي في حياة الطالب على مستوى العالم. يمكن مصر بدأت المبادرات كتيرة ان احنا بنحاول ان احنا نوصل الأجهزة دي في ايدين ولادنا وفي ايدين المستخدم السليم، ان احنا محتاجين ولادنا والجيل الجديد يستخدم الكمبيوتر بشكل مختلف، مش ان الكمبيوتر بيبقى بالنسبة له نافذة فقط للجيمز او الالعاب او الشاتنج او الاخير، ولكن احنا عايزينه يبقى فعلا الاستخدام الصحيح زي ما هو بيحصل عالميا، ان هو يبقى الاستخدام التعليمي التربوي الذي يضيف لمعلومات الطالب وثقافته وانفتاحه على العالم بشكل جيد وليس بشكل سيء. دي نقطة مهمة جدا في المبادرة، ان احنا التركيز فيها على المحتوى التعليمي. فكرة توافر اجهزة الكمبيوتر مش لازم انها تبقى دائما قاصرة على الاغنياء، فالحقيقة المبادرة دي بتحاول انها توصل على قد ما تقدر بسعر متميز، ما نقدرش نقول هو سعر رخيص ولكن سعر متميز بقدر الامكان، باجهزة الجودة بتاعتها عالية، الضمان بتاعها متميز، بحيث ان ما يشتريهاش الطالب عشان سعرها رخيص وبعد كده يلاقيها فيها مشكلة يبقى هو كل اسف ما استفادش حاجة بل بالعكس خسر اكتر. ففكرة هنا هي نقطة التميز في اختيار جهاز بسعر مناسب بقدر الامكان مع محتوى تعليمي متميز يفيد الطالب بيه، مع انترنت كونكتيفيتي بحيث ان هو يدخل على الانترنت ويقدر يحصل على خدمات اضافية عن المادة التعليمية اللي نازلة مع الجهاز، بحيث انه يبقى عنده طول الوقت معلومات اضافية يقدر يضيفها سواء في المادة اللي هو بيدرسها او انفتاح على العالم الخارجي كله. Lenovo is a $21 billion company. حجم استثماراتها 21 مليار دولار في العالم، وهي تعتبر رقم 2 في تصنيع أجهزة الكمبيوتر في العالم. واحنا كشركة دورنا في مصر ومسؤوليتنا في مصر بتقوم على 3 حاجات، ان احنا نقدم لثلاث فئات احتياجاتهم هما الكمبيوتر. الفئات دي هي اولا المستهلك اللي هما الناس الشعب، 2 المشروعات، 3 الحكومة. الحاجة التانية اللي احنا بنقوم بيها ان احنا بنقوم بدورنا في اطار المسؤولية الاجتماعية في مصر، ان احنا بنوفر وظائف، فرص عمل، مكاتب حكومة، كل ده بنتعامل معه. ثالث حاجة بنهتم بيها هو الناس، بمعنى ان احنا بنوفر فرص عمل للمصريين من اجل مصر. اهم حاجة في المبادرة زي ما قلت مش لا، اهم حاجة هي المفهوم الرئيسي للشباب، يعني جهاز واحد كمبيوتر لكل طفل، لكل شخص، انه عايزين هذا الطفل او اول ما يستعمل الكمبيوتر ياخد هذا الجهاز يستفيد من المحتوى ده. هو ده اهم شيء بالنسبة لهم. مفيش حاجة اهم من انت غير ان انت تستثمري في التعليم، تستثمري في الشباب، اهم شيء. الفكرة كلها ان يكون في نوع من ان كل الناس تقدر تحصل على هذا الجهاز، كل الاطفال يكون في مساواة، دي المفهوم الرئيسي. فحوى المبادرة دي احنا
بنستثمر في شباب مصر, بنستثمر في الأجيال القادمة, بنستثمر في مستقبل مصر. ده اللي يهمنا. عشان كده بقولك هي أبعد من أنها مجموعة من الشركاء أو تيليكوم أو كده. القضية مش قضية بيع جهاز كمبيوتر أو محتوى, لا, هي استثمار في future. من أجل تطبيق هذه المبادرة فقد طورت مع شركائها حملة طليعية تجريبية في مصر استهدفت الطلاب المصريين الذين يشترون جهاز الكمبيوتر لأول مرة, حيث ستقدم لهم عرضا يوفر لهم مجموعة منوعة من أجهزة الكمبيوتر المنخفضة الثمن والمزودة بالمحتوى المحلي الذي يحتاجه ويرغب فيه الطلاب. هو أهداف المبادرة هو توفير جهاز بسعر مناسب لكل المصريين, بنستهدف به الطلبة كمرحلة أولى أو يعني مرحلة أساسية على أساس إن هو الجهاز يكون بسعر مناسب. بنستهدف به طلبة عن طريق إن إحنا بنحط محتوى مع الجهاز, يعني الجهاز بينزل مش بينزل هاردوير بس أو يعني من غير كونتنت عليه أو من غير ماتيريال عليه, بينزل معاه محتوى تعليمي, فعشان كده إحنا بنستهدف به طلبة, وبينزل معاه انترنت, طريقة الدخول على الانترنت يعني. فده الهدف من المبادرة ان احنا نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس بجهاز مناسب بسعر مناسب. احنا الهدف ان المبادرة دي تشمل مناطق جغرافية اكتر من القاهرة, على اساس ان هو كان معظم التركيز الفترات اللي فاتت او المبادرات اللي قبل كده كان بيبقى في القاهرة, ففي عن طريق الموزعين اللي هم مشتركين في المبادرة دول هم عندهم افرع كتير خارج القاهرة, والهدف هو الطلبة والشباب اللي في المحافظات. هي دي المرحلة الاولى اللي احنا بتطلق النهاردة, اللي هي برعاية شركات عالمية, فدي مرحلة أولى, وبعد كده هيبقى في كذا مرحلة بعد كده. The initiative on first-time buyer really goes back to the roots. هو في البداية يفكروا في مسألة إزاي يعملوا كمبيوتر كده يكون للجميع, ما يكونش للصف فقط. الفكرة كلها إن أنت بتدي الناس أداة عشان تغيري حياتهم. الهدف هو يغيروا حياتهم, زي ما شفنا ما حصل في ثورة المصريين, وما استخدموا اللي هي الإعلام الاجتماعي في إن هم يعملوا الثورة. وده الفكرة, أنت بتدي هذا الشخص كشخص حرية, يعني مش فقط تديله أداة بس تديله حرية. جهاز الكمبيوتر ما بيبقاش فقط جهاز قدامك أو مكنة, لا, أهم شيء فيه إن أنت يكون عندك كونكتيفيتي اللي هي الاتصال, وده من خلال استخدام النطاق العريض أو البرودباند, وإحنا عندنا أكبر شركة هنا للبرودباند أو كونكتيفيتي في مصر. تاني حاجة أهم مهمة في جهاز الكمبيوتر هي الأبليكيشنز أو التطبيقات, فإحنا كل ده لازم بتوظفيه عشان تستهدفي قطاع معين من المجتمع اللي هم التعليم والناس اللي بتتعلم اللي هم الطلبة. المبادرة دي في قلبا وقالبا تهدف لكل المصريين, واحنا بنقول ان الفئات الاكثر حظا في المحافظات الكبرى زي القاهرة والاسكندرية هم يمكن عندهم اجهزة. احنا النهاردة عايزين نبص للمدن التالية في الكبر للقاهرة والاسكندرية ومدن الصعيد, لان تطوير الصعيد وتطوير المحافظات مصر بصفة عامة أولوية لكل المصريين. فبالتالي احنا في المبادرة دي بنهدف للمشاركة مع جميع قطاعات الصناعة التكنولوجيا المعلومات وشركائنا في قنوات البيع, عشان كده احنا بنتحالف مع شركائنا في قنوات البيع الكبرى والصغرى في المحافظات اللي ليهم ممثلين في مصر وفي القاهرة وفي الإسكندرية وفي محافظات الدلتا والصعيد. عن طريق القنوات البيع دي احنا هنقدر نصل لشريحة اكبر ولجزء اكبر من الجمهورية اللي ما كانش متغطي في المبادرات السابقة. طبقا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوجد في مصر 25 مليون مستخدم للإنترنت, ولكن نسبة صغيرة من هؤلاء يمتلكون أجهزة كمبيوتر في منازلهم. ومن خلال هذه المبادرة فإن شركائها يهدفون إلى توسيع انتشار أجهزة الكمبيوتر في باقي أنحاء مصر وفي مختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية. وليد مهران لبرنامج سبوت.